في الحرب العالمية الثانية كانت الطائرات الأمريكية تتعرض إلى العديد من الإصابات من قبل طائرات دول المحور. لذلك كان من الضروري إضافة صفائح للطائرات لتقليل الأضرار، لكن وكما هو بديهي تغليف الطائرة بالكامل بالحديد غير عملي بتاتا بسبب زيادة وزن الطائرة وكذلك صعوبة المناورة. كان من المهم معرفة أكثر الأماكن عرضة للإصابة، فقام فريق بدراسة ووضع إحصائيات لكل طائرة تعود إلى قاعدتها، وفي هذا الشكل الذي ترونه أمامكم كانت هذه المناطق الأكثر إصابة من غيرها. لذلك تم استشارة الضباط حول المناطق الأولى بالتسليح. فأين هي أفضل الأماكن في اعتقادكم؟ أمامكم 5 ثواني للتفكير بجواب منطقي. كانت أغلب الآراء ترجح إجراء التعديلات على الأماكن التي تعرضت إلى ضرر، لكن بالصدفة كان أحد الحاضرين اقتصادياً فقال خلاف ما كان يفكر به الجميع، فقال أنه يجب أن نقوم بتدعيم منطقة المحرك والذيل. على الرغم من كون الفكرة غير منطقية للوهلة الأولى، إلا أن تبرير ذلك الاقتصادي كان أن المعلومات التي حصلنا عليها غير كافية، لأن الفكرة الأصح مما اعتقده الآخرون هو أن الطائرات التي أصيبت في هذه المناطق لم تتمكن من العودة إلى قواعدها، والمعلومة الصحيحة من الإصابات التي نراها تبين لنا أن هذه المناطق تتلقى إصابات لكنها على الأقل سمحت للطائرة بالعودة سالمة، لذلك البيانات التي ندرسها غير مكتملة. المثال السابق هو شرح كاف للاقتصادي الناجح الذي يدرك أن المعلومات التي لديه غير مكتملة وهي التي تؤدي إلى الأخطاء الفادحة. وبالنسبة للاقتصادي السيء فهو العكس، يجد حلولا لمعطيات يجدها أمامه. مثل هذا الشخص بالكاد يرى أبعد من أنفه ولا يمتلك البصيرة أو النظرة الثاقبة لفهم حقيقة الأمور. أعطيكم مثالا اجتماعيا، لنفترض أن لدينا في المجتمع الفقر منتشر بشكل كبير، فما هو الحل؟ أبسط الحلول هي رفع أجور العمال، وتبدو للوهلة الأولى أنها استراتيجية ناجحة، لكن ماذا ستكون ردة فعل الشركات أو المؤسسات مقابل هذا؟ ستسرح الشركات عمالا لكي تبقي على نفقاتها ضمن نفس المعدل، وسيكون عبء العمل على البقية أكبر هذه المرة. ليس فقط أننا فشلنا في إيجاد حلول جذرية، بل ساعدنا في ارتفاع نسبة البطالة هنا. مثل هذه الأمثلة البسيطة تساعدنا على أن نكون اقتصاديين أفضل، أي أن نوازن بين الفوائد والمساوئ لكل فكرة، فليس كل ما نبتغيه سنجده أمامنا، بل الحقائق غالبا ما تكون مخفية عن غالبية الناس. الاقتصادي الفرنسي فريدريك باستيا قال: هناك فرق واحد فقط بين الاقتصادي السيء والاقتصادي الجيد، السيء يقيد نفسه بالظاهر من الأمور، أما الجيد يضع في الاعتبار التأثيرات الظاهرة وكذلك التأثيرات التي من الممكن حدوثها لاحقا. هنا يجب أن نضع تعريف الاقتصاد بالشكل الصحيح، فلا يقصد بهذه الكلمة ما يتعلق بالمال والشركات فقط، بل هو مبني على مبدأ مهم في الحياة ألا وهو الندرة. فنحن لدينا رغبات لا نهاية لها، نتمنى أن نكون ناجحين في كل المجالات كأن نصبح أثرياء وأذكياء وعلماء ورياضيين وفنانين، لكن نصل في فترة معينة من حياتنا ندرك فيها أننا لا نستطيع أن نحصل على ما نريد، فأعمارنا ليست طويلة لنحقق كل هذا، كما أن الظروف المحيطة بنا قد تمنعنا من الوصول إلى بعض مما نبغي. لذلك هنا يأتي الاقتصاد بأن نعرف ما يمكن تحقيقه وما لا يمكن تحقيقه، وأن نفهم عواقب اختياراتنا وبذلك نحقق النجاح. في مثال الطائرة الذي ذكرته نفهم حقيقة الاقتصاد. أولا، أنه من غير المنطقي تسليح الطائرة بالكامل لأنها ستكون ثقيلة ولن تتمكن من الطيران، وحتى لو تغلبنا على هذه العقبة فالفكرة برمتها ستكون سخيفة، وكل المال الذي نستخدمه في الحديد كان من الأفضل استغلاله في مجال آخر، وتعود إلينا فكرة الموازنة بين الفوائد والمساوئ لكل قرار نتخذه. وضع الاقتصاديون مفهوم البنادق والزبدة لتوضيح فكرة الموازنة بين الإيجابيات والسلبيات، والفكرة جاءت من إجراءات الحكومة والاختيارات التي تتخذها في شراء الأسلحة أو الإنفاق على الخدمات المدنية، لكن من الممكن استخدام هذا المفهوم في مجالات أخرى. فمثلا على المستوى الفردي تتمنى أن تحصل على جسم رياضي وعضلات مفتولة، هذا هو البندقية، لكنك في نفس الوقت تريد أن تأكل ما يحلو لك مما تشتهي، وهذه هي الزبدة. عليك أن تقوم بالاختيار لأنك لا تستطيع أن تحظى بالاثنين معا، هذا هو جوهر الاقتصاد. أو إذا كان لديك المال تستطيع شراء سيارة فارهة
أو شراء معمل. السيارة الفارهة هي الزبدة لأنها ليست وسيلة للكسب، وكذلك ما أن تشتريها تفقد من قيمتها الكثير مثل ما تذوب الزبدة بتأثير الحرارة. أما المعمل فهو بندقية لأنه يسمح لك بكسب المال. وهذا ما يجب علينا أن نستوعبه من السياسيين وكلامهم، فأغلب وعودهم وردية من الصعب تحقيقها، وأهدافهم الحقيقية هي فقط من أجل الحصول على الأصوات. يقول الاقتصادي توماس سويل: أول درس في الاقتصاد هو معرفة ما هي الندرة، أول درس في السياسة هو غض البصر عن أول درس في الاقتصاد. ونبقى في مجال السياسة، فنحن نتمنى أن نحظى بمدارس أكثر وبخدمات صحية أفضل وتوفير فرص عمل للجميع، لكن لا يمكن التحقيق كلها على الأقل ليس مرة واحدة. المشكلة ليست في المال، فنحن نستطيع أن نطمع ما نشاء من عملات، لكن هذا سيتسبب في التضخم وبالتالي انهيار الاقتصاد. علينا أن نركز أولا على الرأسمال الحقيقي، الخبرة العلمية، الموارد الطبيعية، الطاقة، الأرض والمكان التي نستطيع تسخيرها لأجل التطور. إذن بدل أن نطمع المال، يجب علينا أن نعرف كيف ننفق ما لدينا بالشكل الصحيح. أولا، ما هو تعريف العلم؟ أعرضه عليكم بتعريف مبسط. هو أن نضع ما نعرفه في تجارب وضمن ظروف قياسية مسيطر عليها، فإذا حصلنا على نتائج مطابقة فهذا يسمى علما، لكن إذا حصلنا على نتائج مختلفة فهذا ليس علما. بالنسبة لمجال الاقتصاد وحسب هذا التعريف فهو لا يعتبر علما حقيقيا، فكل ما نراه من دراسات وإحصائيات وأرقام وكل تلك الأمور الذكية لا تعطينا سوى تخمينات واحتماليات حول توجه السوق، ولا يوجد شيء مضمون فيه. المحللون الاقتصاديون ليسوا منجمين، لكن يعتمدون في وضع تخميناتهم على وسيلتين: الأولى هي نظريات وأفكار اقتصاديين محنكين، والثانية يستمدون من الأحداث التاريخية ما يبين لهم احتمال تكرار نفس الأمور. لكن هذا لا يعني أن نترك الأمور على حالها وأن لا ندرس حالة السوق، فأغلب الأحيان نستطيع إصلاح الاقتصاد وتدارك الأمور إذا قمنا بتحليل البيانات بشكل صحيح وكانت لدينا نظرة مستقبلية سليمة. الاقتصاد في مجمله يشبه علم الاجتماع، يتركز الاثنان على دراسة البشر، والبشر في طبعهم لا يتنبأ بتصرفاتهم أحيانا. يقسم الاقتصاد إلى جزئين: الاقتصاد الكلي والذي يعنى بدراسة اقتصاد الدولة ككل، مثل التوظيف، الانفاق الحكومي، التجارة الدولية والتضخم إلى آخره. الاقتصاد الجزئي، وهذا يركز على السوق والأعمال والشركات وأفضل الطرق للتعامل مع الندرة،